السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في محاضرة جديدة من محاضرات كورس البلانينج باستخدام برنامج بريمافيرا بي 6. في محاضرة النهاردة هنرجع نفتكر مع بعض طريقة الكريتيكال باث ميثود. تمام، طريقة الكريتيكال باث ميثود هي الطريقة الأكثر شيوعا في عمل سكادولينج لمشاريع الكونستراكشن تحديدا. تمام، وهي المنهجية اللي شغال بيها برنامج بريمافيرا بي 6. تمام، بيتم تجميع الأنشطة في الأكتيفيتي نتورك عن طريق الديبندنسي بين الأنشطة وبين بعضها. تمام، وحساب الفورورد باس، وبعد كده نرجع نحسب الباكورد باس. تمام، ونستنتج التوتال بروجكت ديوريشن. تمام، الفورورد باس بيتم حسابه عن طريق الايرلي ستارت والايرلي فينش والديوريشن بتاع النشاط. تمام، اما الباكورد باس فبنشتغل على الليت ستارت والليت فينش. اوكي، بعد كده بنشوف التوتال فلوت لكل نشاط. تمام، بناء عليه التوتال فلوت الانشطه اللي التوتال فلوت بتاعها بيساوي زيرو هي انشطه كريتيكال. تمام، بالتالي المسار اللي بيكون التوتال فلوت بتاعه بيساوي زيرو هو بيكون النشاط الكريتيكال عندنا او الكريتيكال باس. تمام، طب ايه هو التوتال فلوت؟ التوتال فلوت هو الاماونت اوف تايم ان الاكتيفيتي يتاخر بدون ما يؤثر على التوتال بروجكت ديوريشن. تمام، يعني الوقت المسموح للاكتيفيتي ان هو يتاخر بس بدون ما يؤثر على المده الكليه للمشروع. تمام، طب ايه الفرق بين التوتال فلوت والفري فلوت؟ التوتال فلوت عرفناه خلاص. طيب الفري فلوت، الفري فلوت هو الاماونت اوف تايم ان الاكتيفيتي يتاخر بدون ما يؤثر على بدايه الاكتيفيتي اللي بعده. حلو الكلام، يبقى كده عرفنا الفرق بين التوتال فلوت والفري فلوت. تمام، معانا بقى النهارده مثال بسيط كده نرجع نفتكر بيه مع بعض الطريقه كانت شغاله ازاي. تمام، مثال بسيط جدا يعني عشان نعمل ريفريش لمعلوماتنا ونفتكر طريقه الكريتيكال باس مع بعض. اولا انواع العلاقات ايه هي عندنا في السكادولينج؟ عندنا اربع علاقات. اول علاقه فينش تو ستارت، ودي طبعا العلاقه الاكثر شيوعا. تمام، والعلاقه الافضل فيهم والاقوى فيهم، وانا بفضلها بشكل شخصي، يعني ان احنا نلجا دايما لعلاقه الفينش تو ستارت. تمام، عندنا علاقه ستارت تو ستارت، اوكي، وعلاقه الفينش تو فينش والستارت تو فينش. علاقه الستارت تو فينش طبعا هي علاقه نون ابليكابل في مجال الكونستراكشن، يعني لانها لوجيكالي مش هينفع نطبقها في مشاريع الكونستراكشن. تمام، طيب انا عندي هنا ده الاكتيفيتي ده البريد السيسور. تمام، وبعد كده عندي السكسسور. تمام، وبينهم هنا السهم ده بيعبر عن العلاقه بينهم، دي هنا الفينش ودي هنا الستارت بتاع الاكتيفيتي. تمام، هنا الستارت تو ستارت البريد السيسور والسكسسور مربوطين مع بعض عن طريق الستارت، يبقى دي اسمها العلاقه ستارت تو ستارت. علاقة الفينش تو فينش البريد السيسور والسكسسور مربوطين ببعض عن طريق الفينش بتاعهم هما الاثنين. تمام، وكذلك الستارت تو فينش. طيب الاكزامبل اللي معانا كده نشوف مع بعض، عندنا كام اكتيفيتي؟ عندنا ست انشطة. تمام، عندنا هنا بريد السيسور لكل نشاط عشان نعرف نكون الاكتيفيتي نتورك بناء على معلومية البريد السيسور هنا، ومعانا الديوريشن لكل نشاط. تمام، نبدا كده نكون الاكتيفيتي نتورك مع بعض. عندنا طبعا هنا اي نشاط ملوش بدايه يعني ملوش بريد السيسور بنعمله نشاط وهمي كده دمي اسمه ستارت. تمام، وبنربط بيه كل الانشطه اللي ملهاش بدايه. تمام، عندنا هنا النشاط A. تمام، هنا طبعا ملوش بدايه فربطناه بالستارت. اوكي، عندنا النشاط B بيعتمد على النشاط A علاقه فينش تو ستارت، وكذلك النشاط D بيعتمد على النشاط B علاقه فينش تو ستارت كذلك. تمام، عندنا نشاط C هنا بيعتمد على A. تمام، وعندنا الE بيعتمد على C. اوكي، وعندنا هنا نشاط الF بيعتمد على D وبيعتمد على الE. اوكي، وعندنا طبعا اخر انشطة عندنا مش مربوطة او ملهاش سكسسور بنربطها برضو بنشاط دامي اسمه الفينش. تمام، طيب نبدأ بقى نحسب كده الفورورد باس مع بعض كده.
عندنا هنا نشاط ايه؟ طبعا الـ early start بتاعه 0، تمام، duration بتاعه 4، يبقى 0 بلس 4 هيدينا هنا الـ early finish بتاعه 4 ايام. تمام، هناخد ال4 ايام هنحطهم عند النشاط بي، وهنحطهم على عند النشاط سي كـ early start، لان النشاط بي والنشاط سي بيعتمدوا على النشاط ايه بشكل مباشر. تمام، يبقى هنا النشاط بي عندنا 4 بلس 5 هيدينا 9، وعندنا هنا النشاط سي 4 بلس 4 هيدينا 8. تمام، كذلك هناخد هنا النشاط دي الـ early finish، التسعة هنحطها كـ early start للنشاط دي. تمام، وعندنا ايه هنا الـ early finish للنشاط سي هنحطها early start للنشاط اي. تمام، بناء عليها هنوصل هنا للنشاط اف، الـ early start بتاعته هناخدها الأكبر من الـ early finish بتاع الدي والـ early finish بتاع الـ E اللي هي هنا 15. أوكي، بعد كده نحسب 15 بلس 5 هيدينا 20، يبقى عندنا total project duration في المثال ده 20 يوم. تمام، نرجع بقى نحسب الـ backward pass، هناخد بقى الـ 20 يوم هنا نحطها كـ late finish للنشاط F. تمام، هنشيل منهم الديوريشن بتاع بتاع النشاط اف 5 ايام، هيدينا هنا الليت ستارت بتاع النشاط اف 15 يوم. تمام، هناخد الليت ستارت بتاع الاف وهنحطهم كليت فينش للنشاط دي والنشاط اي، لان اف هنا بيعتمد على الدي والاي بشكل مباشر، لان هم البريدسيسور بتاع النشاط اف. تمام، يبقى عندنا هنا ال 15 هنشيل منها الستة هيدينا 9 كليت ستارت للنشاط دي. تمام، وعندنا الاي هنا هناخد ال 15 نشيل منها 3 هيدينا 12 كليت ستارت للنشاط اي. تمام، بناء عليها هناخد ال 12 هنا نحطها كليت فينش للنشاط سي، بعد كده نشيل منها الديوريشن بتاع النشاط سي 4 ايام هيدينا 8 ايام. تمام، طبعا هنا في النشاط اي هناخد الليت ستارت هناخد الليت ستارت بتاع البي نحطها كليت فينش للنشاط اي. تمام، اللي هي الأربعة. نحسب بقى كده التوتال فلوت لكل نشاط. التوتال فلوت عندنا هو بيساوي الليت فينش ناقص الايرلي فينش، او الليت ستارت ناقص الايرلي ستارت. تمام، طيب يبقى عندنا هنا النشاط A الليت فينش عندنا 4 ناقص الليت ستارت 4 هيساوي 0. تمام، كذلك النشاط B 9 ناقص 9 او 4 ناقص 4 هيساوي 0. كذلك النشاط D 15 ناقص 15 او 9 ناقص 9 هيساوي 0. تمام، وكذلك النشاط اف عندنا التوتال فلوت بتاعه بيساوي 0. طيب هنا عندنا نشاط اي ونشاط سي، الاثنين نشاطين مش كريتيكال، عندنا التوتال فلوت هنا بيساوي 15 ناقص 11 4، وكذلك 12 ناقص 8 4 ايام للنشاط سي والنشاط اي. تمام، يبقى نشاط سي ونشاط اي مسموح لهم ان هم يتاخروا 4 ايام بدون ما يؤثروا على ال 20 يوم اللي هم التوتال بروجكت ديوريشن. تمام، لكن نشاط A B D F ما ينفعش يتأخروا ولا يوم، أي تأخير فيهم هيسمعوا على طول في مدة المشروع الكلية. تمام، يبقى عندنا كده المسار ده، طبعا المسار اللي رايح ده اسمه الفورورد باس، المسار اللي راجع اسمه الباكورد باس. طيب، والمسار المتعلم باللون الأحمر ده هو المسار الكريتيكال بتاعنا، اللي هو المسار التوتال فلوت بتاعه بيساوي 0. أوكي، يبقى كده خدنا لمحة سريعة عن طريقة الكريتيكال باس ميثود، ويعني رجعنا نفتكر مع بعض الطريقة بتشتغل ازاي عشان واحنا شغالين على برنامج نبقى فاهمين ايه الكريتيكال وايه اللي مش كريتيكال وايه اللي نقدر نلعب فيه بحيث ان احنا نزود مدة المشروع او نقلل مدة المشروع وهكذا. تمام، اشوفكم في المحاضرة الجاية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.